السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم بشوفوا معايا كيفية تحضير فطائر بطريقة سهلة ومبسطة وإن شاء الله تعجبكم. نشوفوا مع بعض مقادير الفطائر. عندي كيلو من الفرينة، دقيق الأبيض ويكون مغربل منخول، 500 مليلتر حليب ويكون دافي، عندي 80 مليلتر زبدة وتكون زايبة، عندي 4 ملاعق سكر حبيبات، عندي بيضتين حجم متوسط وبحرارة المطبخ، عندي ملعقة صغيرة من الملح، قياس ملعقة أكل خميرة فورية متاع خبز. هذه مكونات الفطائر. نتعدوا تو مرحلة العجن. أول حاجة نبدو بها باش نحط السكر والخميرة في الحليب الدافي. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما القيمة متاع السكر. نحرك شوي، نزيدو القيمة متاع الخميرة الفورية متاع الخبز ونحرك مليح. حركت الخميرة والسكر في الحليب مليح، تو نحطهم جانبا ونجيب الإناء اللي باش نعجن فيه. نحط الفرينة اللي هي غربلتها مسبق، لازم تكون منخولة، نحط حفرة في الوسط، نزيد فيها البيضتين، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزيد الملح، نحرك شوي، توا عندي الخليط متاع الخميرة والسكر والحليب، نخلطهم شوي كيف هكا ونصب المكونات كاملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نعجن توا، نعجن بمغرفة لوح ولا بسباتيه كيف هكا كي تبدا موجود. نزيدو تو قيمة الزبدة، بسم الله الرحمن الرحيم. تو باش نحول العجينة لطاولة العمل ونكملو نعجنها. تو باش نعجنها مليح، بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر من 10 دقائق وانا نعجن فيها لين تحصلت على قوام. شوفوا معايا، شفتوه القوام؟ ها طريه وما تلصقش في اليدين. تعجنوها مليح وتعلكوها مليح باش تكون رطبه تحت يديكم وتحسوها بالحق اني عجينه. معناها لكان ما جربتوهاش بكري الوصفه هذه، تحسوا اني عجينه جديده تحت يديكم طريه ورطبه ما شاء الله، مطاوعه بالقدا، مطاوعه على الكيف يعني العجينه. جبت معون التخمير، نعمل فيه رشه زيت كيف هكا، زيت عادي هذا، نعمل غير رشه باش ما تلصقش العجينه. بعد حطيتها في معون التخمير، نغطي عليها، وبعد لغطيتها نخليها 45 دقيقه ترتاح، وبعدها ترتاح وتطلع الخميره نتاعها باش نرجعوا نشكلوها ان شاء الله. العجينه طلعت الخميره نتاعها كما تشوفوا، تو نحطها فوق سطح العمل من غير ما نحطوا الفرينه في طاوله العمل، نخدموها هكاك.
توا باش نشكلها بالطريقة هذه، كي نلقاها كبيرة تحت يديا نقص منها شوي، ماذا بينا ما تجيناش كبيرة. توا عندي طبق فارغ، نرش فوقه شوية فرينة، رشيت في الطبق شوية فرينة. توا الخبيزة لتحضر كيف هكا، نحطوها في الطبق كيف هكا. نكملهم الكل بالطريقة هذه ونرجع لكم إن شاء الله. كملت تو شكلتهم كيف هكا، تو باش نغطيهم ونجبد بالكعبة ونشكلها معكم. جبدت تو كعبة من الفطاير. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدو مع بعضنا. أول حاجة نعملوها هكا بيدينا كما تشوفوا، نحطوها في سطح العمل ونبرموها كيف هكا. حليناها في الطول هذا وبرمناها، توا نبرم يدين تمشي هكا ويدين تمشي هكا. شوفوا معايا، يدين تمشي هكا ويدين تمشي هكا، ونهز توا العجينة توا تبرم وحدها. شفتوا معايا، نلحموا توا البلايصة هذه، نحو توا كعبة على شيرة، نزيدوا نرجعوا فيها الكعبة كيف هكا، ونعاود نغطيهم كما العادة كيف هكا. بداية كملت الفطاير شكلتهم، تو باش نعاود نغطيهم. غطيتهم ونمشي نسخن الزيت ونبدا نقلي فيهم ان شاء الله. تو حطيت الكوكوت فيها الزيت وسخنت، نبدو بسم الله الرحمن الرحيم، نبدو تو نقلو كعبات الفطاير. نخففوا القلبان نتاعهم في ساعة نقلبوه، وين نعمروا المقلة نبدو بالقلبين، نخفوا يدينا في القلبين باش ياخذوا لون واحد، ما فيهم السكر وفيهم الزبده في ساعه ياخذوا اللون.
الشاعر متاعنا حضرة، كما تشوفوا حطيتها في كاسكاس وحطيت لها البابي اسويتو وفرجته لها، كما تشوفوا فيهم لكعبات طيبين. هذا هو الفطاير متاعنا، كعبات الكلة. اللي تحب تعمل منها الفطاير هذه مش وكان الشكل هذا، تشكل بالنوع اللي تحبه، انما العجينه ومقاديرها تحافظ عليها. تبدا العجينه اللي عملتها اليوم في الفطاير هذه معتمده عندكم، بحول الله تو تجربوها وتعجبكم على الاخر. شوفوا معايا كيفاش من برا مقرمشه ومن داخل ما شاء الله. إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. إلى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب، دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.